الحمد لله صحتك زي الفل. الحمد لله ما فيش حاجه ابدا. فيش حاجه ابدا؟ ده زهايمر، زهايمر مرض العصر يا جاد. يا خالتي شلل شلل. ايه ده 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 في ايه؟ هو انا اخر من يعلم ولا ايه؟ خلاص خلاص. طب اما نروح. معلش يا دكتور، ده بقاله 5 سنين ما يعرفش حاجه عن والدته. الظاهر يا حاجه ان ولادك بيعزوك قوي كده، بقى يبقى الواحد ما يقلقش عليكي خالص. هما دول اللي طلعت بيهم من الدنيا. من الدنيا؟ ربنا يخلي. يا دكتور افهم من كلامك يعني ان هي مش محتاجه ادويه، فلوس مثلا، منشطات ولا حاجه خالص؟ لو لابد يعني يدور لها العريس. عريس؟ قص قص ايه؟ ها ايه رايك؟ انت عايز تجوزني امك؟ لا يا عم اسامه، جوزك امي ايه؟ امي عريسها في دماغي. بقولك يا جاد، انا من رايي ما تفرضش عليها حد، لا تكون مصاحبه. ايه رايك بقى ياما؟ ولا اجدع كوافير كان هياخد مننا 10 جنيه ويحسبك علينا عروسه. يا ابني دماغي سخنه قوي. لا وضع طبيعي ياما، مش عروسه جديده، لازم تحس بسخونيه ياما. اوعي في يوم من الايام عم زرجينا يقول لك اركبك قطر، ده مطير وزيرين نقل قبل كده. اقول حاجه ساعه حاجه ساعه. يا واد يا جمعه، يا واد يا جمعه اللي نازل طنطا. فكرتني بالشغل. جاهز يا بطل؟ جاهز، بس يكون في علمك. فهموها انها ما تحرجنيش وتطالبني بواجبات الزوجيه. يا جدي عايز اطمنك واقول لك ان هي فاهمه واحنا فاهمين، وانت اساسا واضح مش محتاج حد يختلف على حالتك. اكتر حاجه هتقول لك عليها شويه شاي، اعمل لها شاي وناب. ولا شاي، انا كل حاجه بمزاجي. بمزاجك يا جدي؟ انت جاي تحرجني دلوقتي يا جدي بعد ما الناس بلوا الشباط والدنيا زايت، عايز تكسبني قدامهم؟ انا ما احبش حد يضغط عليا. امال عايز ايه؟ لا انا احب ابقى متظبط. وانت بتتظبط على كام؟ مش بايدي. امال ايه؟ ده حسب الحقنه ما تقومني. تقومني انت؟ تعمل لي فيها توربيني. لا انا قشاش. قشاش ايه ده؟ انت عم زرجينا هي الطول. يلا اجهز بقى، اجهز عشان حد يا صاحبي بيسفر. يلا يلا يلا. العروس عامله ايه؟ عامله فيها مورا زكي. العريس عامل فيها حنان ترك. ها عروستنا الحلوه عامله ايه؟ الحلاوة دي يا جدي، البيجامة مع الطاقية والكوفية والشبشب بالبصبع، ده عريس ما حصلش. شوف قال صاحبك اللي كان عايز يخليني اتجوز ببدلة المصلحة. ليه؟ هتجوز كمساري؟ لا عيب، ده انا هجوزك عروسة بقى مش عشان امي. لا دي كانت عارضة ازياء. كلام ده قريب؟ اه من 50 سنة بس. بسم الله ما شاء الله. ما ايه الحلويات دي يا حاج جاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا خالتي. تسلم يا حبيبي. اهو ادي العروسه وجبناها لك، فاضل لك كاميرا الفيديو والموتوسيكل، ان شاء الله هجيبهم لك. قول حاجه بقى، قول حاجه. تسلم ايدك يا خالتي. الظاهر الاولاد محرجين، وبعدين ده كمان ميعاد نومهم. انا بقترح يا جدع فندي ان الاولاد يغوروا في داهيه جوه ويسيبوا الكبار يخلصوا الموضوع. عين العقل يا حاج اسامه. يلا يا عريس. يا بس سهيلة ما تعقدهاش. أنا قلت لك من نصيبك وإن شاء الله من نصيبك يا واد يا زرجينة. إن شاء الله. يلا يلا يا عروسة. يا خيرة ما تنشفش دماغك. خش يا أبا خش. يا عم أنت رايح جوازة ولا رايح إيه؟ محدش يلعب في الأكرة. منور يا حاج أسامة. الله يبارك فيك، ده بيتي. طلباتك. شوف يا جدع أفندي، احنا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ليه بس كده يا حاج اسامه؟ البنت رايده الولد ومتعلقه بيه. خلاص خلاص، وافقوا على شروطنا ورجلك فوق قفاك انت وقرايبك نفر نفر. ده عشمنا برضو يا حاج اسامه. اولا يا سيدي اقامه العروسين في شقه جدي. حلو، وفرنا يا سيدي. واقامتي انا شخصيا معاك في شقتك. اللي وفرناه صرفناه. ثانيا مهر جدي زرجينا في مجموعه شركات قعدوا يقدروه، طلع 500 دينار كويتي. ايه 500 دينار؟ ليه؟ هو جدك بنت بنوت؟ شكلك مش ناوي على خير يا زفت فند انت. يا ولد يا زرجينا يلا نمشي. استنى بس يا حاج اسامه، الولد رايد البنت.
ماشي يا سيدي، انت جيت في جمل. ثالثا مصاريف الفرح من ملبس وجاتوهات من افخر الانواع وكروت موبايل للمعازيم وتاكسيات توصل المعازيم بعد الفرح لحد بيتها، كل ده عليك انت. ايه ده ايه ده، وكمان كروت موبايل للمعازيم؟ لا ده كتير قوي. انا مش قلت لك انت مش ناوي على خير يا قطران يا فندم؟ انت يا ولد يا سجرجينه بتعمل ايه جوه؟ خلاص يا حاج اسامه نقرا الفتح. ما جاش اوانها. اهم شرط، لو حصل معجزه من المولى عز وجل وخلفوا اولاد، الولد يتكتب باسمي والبنت باسم جدي. لكن يا باشا ما لكنش ولا حاجه. افهم من كده؟ ايوه. اذا فليكن فليكن.